رئيس عبد الفتاح السيسي حضر النهارده الندوه التثقيفيه للقوات المسلحه، طبعا كان التركيز الاكبر على سيناء اللي اكد الرئيس ان اهاليها لا يتحملوا مسؤوليه الارهاب وان الارهاب موجود في سيناء ومحافظات الجمهوريه كلها. وطالب ايضا الرئيس بضروره تحمل الفتره الحاليه حتى لا تضيع سيناء. خلونا نسمع جزء من كلمه سياده الرئيس ونرجع لحضراتكم مره اخرى. وانا عايز اقول لك ان كل المصريين عارفين إن أشقائهم المصريين اللي موجودين في سيناء لا يتحملوا مسؤولية بعض أهل الشر أو أهل الشر اللي موجودين. إحنا ما بنحملش أبدا أشقائنا في سيناء وأهلنا في سيناء المسؤولية في ده. ده أنا بأكدها معاك وبقولها وكل الناس سمعاني. شكرا. لا صحيح، هي الموضوع مش عشان الشكر، لأن إحنا مدركين كويس قوي للواقع ده، وهو الإرهاب موجود في سيناء وفي غير سيناء وفي محافظات الجمهورية كلها. لكن أنا عايز أقول لك، بوجه لك الشكر والتحية من خلالك، من خلال شخصك، لكل مصري في سيناء شريف وحريص على بلده. وأنا عايز أقول لك وأرجو أن أهلنا اللي في سيناء يسمعوا، الحقيقة الفترة صعبة وقاسية، وانا عارف ان الاجراءات اللي بتتعمل اجراءات انتوا بتتحملوا معانا فيها، بس عايز اقول لك لو احنا ما عملناش كده سينا هتروح مننا. خلال الندوة كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم الشكر للفنانة نادى شريف المنسي والعازف الدكتور شادي وديع، وهم من المكفوفين لتقديمهم فقرة فنية خلال الندوة. ورئيس قال لهم احنا بنشكركم واسعدتونا، ومش عارف هل هتقبلوا اني اتصور معاكم ولا لا. من فضلك لو سمحتوا خليهم موجودين لو سمحتوا. احنا بنشكركم والله، الفنانة ندى والدكتور وديع، متشكرين. وديع ولا بديع؟ شادي نصيف وديع. وديع. طيب الدكتور شادي، انا بشكركم واسعدتونا، ومش عارف هل تقبلوا ان انا اجي اتصور معاكم ولا لا. ممكن وخوف جبان